معكم، معكم محمد تفلوت، دكتور في علوم تقنيه المهندس، استاذ بالمدرسه العليا للتكنولوجيا بكلميم جامعه ابن زهر، رئيس الجمعيه المغربيه للتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي. في اطار المجهودات اللي تتبذلها الجامعه والاساتذه ديالها للتصدي لجائحه كورونا، نقطع اين كاساتذه نساهموا في هذه المجهودات في هذا الجهاز. هذا الجهاز ديال التعقيم ديال الهواء تيعمل بتقنيه ديال الفوتوكاتاليز يو في و لي فيلتر، دونك تحتوي على عده فلاتر. دونك هذا الجهاز تيدخل ليه الهواء، تحطو في الاجهزه ولا في الغرف اللي تتكون مغلقه والاماكن المغلقه. حنا مقبلين دونك في 20 ماي على الرفع التدريجي للحظر الصحي. دونك غادي تبدا المدارس والجامعات والادارات الاشتغال ديالها بطريقه عاديه. دونك حنا محتاجين للتعقيم الاني للهواء في الاماكن المغلقه. دونك هذا الجهاز يحتوي على مروحه تحاول تدخل الهواء الموجود داخل الغرفه. دونك هذا الهواء تيمر بعده مراحل التعقيم ديالو. دونك داخل الجهاز كاين عده فلاتر، كاين الكربون النشيط، كاين ديمونبرا. دونك تيدخل وكاين فيها جوج المصابيح بيوفي. مصباح بيوفي الاول طول الموجة ديالو 257 نانو متر. كنعرفو ان المصابيح بيوفي طول الموجة ديالها بين 250 حتى 280، تعمل على التعقيم ديال وقتل تعقيم الهواء وقتل جميع البكتيريا والفيروسات. والمصباح الثاني طول الموجة تاعو 365 نانو متر، تتعمل على تحفيز الضوئي. دونك عملية ديال التحفيز الضوئي تتعمل على لا ديغراداسيون ديال المولودات، يعني وجود يعني ديوكسيد دو تيتان. دونك وتيخرج الهواء في المرحلة الأخيرة. دونك المرحلة الأخيرة كيدخل الهواء من هذا الجنبين وتيخرج. دونك وتيعمل سيركيلاسيون دير. دونك من غير أن هاد العملية تقوم بتحقيق الهواء، فهي حتى تتحسن بجودة الهواء داخل الأماكن المغلقة، الروائح الكريهة، الملوثات العضوية، بلازما أكسيد الكربون وحادي أكسيد الكربون. دونك تتحسن الجودة ديال الهواء، تتمتص دونك الطبقة دونك لي فيلتر، تبقى عالقة بها جميع الملوثات العضوية وأيضا البكتيريا والفيروسات، يتم تعقيم ديالها بوسط المصابيح بيوفي. دونك كنعرفو أن البلاد ديالنا دونك أمام هاد الأزمة، دونك مبقاش عندنا إمكانية ديال الإستيراد، وحاولنا بالجهود والإمكانيات البسيطة اللي متوفرة لينا نحاولو نصنعو هاد الجهاز اللي هو فقط بروتوتيب قابل للتحسين، لعودة توفر الإمكانيات. دونك حنا مستعدين نتعاونو مع أي جهة باش نطوروا هذا الجهاز ونطوروا الصناعه المغربيه. نقدروا ننتجوه في المغرب بتكلفه جد بسيطه، يقدر يخدم شمسيه. دونك نقدروا يكون 100% اوتونوم، دونك يخدم طاقه شمسيه بدون مشاكل، لان ما يستهلكش بزاف ديال الطاقه. دونك شكرا لكم، شكرا لكم جزيلا على الانتباه ديالكم. شكرا جزيلا.